in my pocket wasn't enough, and I'm like, forget you and forget her too. Said if I was richer, I'd still be with ya. Now ain't that some shh? And although there's pain in my chest, I still wish you the best with the forget you. حلو. لارا، انت من الفنانين اللي بحبوا لبنان، يعني ما بتجي على لبنان بس تخلصي شغلك وتفلي، انت بتقضي وقت كثير منيح هون. ليش هالتعلق بلبنان غير انه والدتك لبنانيه؟ غير انه مامتي هنا، يعني هي يعني حبي بلبنان جت من مامتي، عشان طول عمرنا بنيجي هنا من وانا صغيره، فاتعودت على لبنان، اتعودت على يعني لبنان بالنسبه لي زي مصر honestly، وعندي صحاب هنا وعندي عائلتي هنا، ف يعني ما فيش فرق ما بين مصر ولبنان بالنسبه لي. I love them both so much، واتعودت على البلد دي خلاص. تعلمت اللهجه اللبنانيه؟ بتصور ايه؟ قولي لي ايه مش اه. ايه تعودت، بحكي لبناني بس مش كثير منيح. انه طيب، بين دراستك وبين الفن في محل لحياتك الشخصيه؟ ايوه تعملي محل في شخص هيك موجود اليوم في له اهتمام؟ لا ما في خلص، لازم الواحد ياخذ بريك، يفكر في نفسه، يفكر في what's good for him، فاتس ا جود بريك فور مي. قد ايه عمرك هلا لارا؟ 20. اي بعد بكير كثير. بتفكري لبعدين مستقبليا اذا حابه تاسسي عائله؟ يعني honestly دلوقتي ال concentration بتاعي for the now moment، يعني for present، واللي هيحصل هيحصل في الوقت الحاضر مشروع exactly. بعيد كل حاجة بتيجي في وقتها. بتحبي الولاد؟ أكتر حاجة بموت فيهم. أكتر حاجة في العالم الولاد. يعني يمكن يكون مشروع أقرب من ما بتتصوري. بدي كلمة هيك تقدميها لوالدك ووالدتك اللي بعرف هن كانوا سند كبير لإلك من بدايتك. عايزة أقول لأهلي الاثنين إنه يعني هم عارفين قد إيه بحبهم. قولي لهم على الشاشة. أوكي. يعني المشكلة دلوقتي إنه رح تتأثري. لا بعدين هقلب أو فرنش أو إنجلش، بس هجرب بالعربي. إنه أنتوا يعني عارفين قد إيه بحبكم قوي، وعايزة أقول حاجة بس، إنه النهاردة عيد ميلاد خالي. أيوه كمان. وهو هابي بيرثداي. هابي بيرثداي، بيتفرج عليا. غني له هابي بيرثداي. يلا. شو اسمه خالك؟ كريم. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. هو عارف قد ايه بحبه. ثانك يو سو ماتش. هابي بيرثدي كريم، تحيه لاهلك ولكل اللي بحبوكي، بنتمنى لك كل التوفيق. وانا مشاهدينا بتمنى لكم بقيه نهار احد ممتع، اظهروا وانبسطوا وقضوا اوقات حلوه مع كل اللي بيعزوا على قلوبكم. بتمنى لكم احلى لوقت دائما مع برامج الام تي في. باي باي.